السلام عليكم، اهلا فيكم في الفيديو اللي قبل الاخير لشرح اساسيات الايفون. فقبل ما نبدا الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع لك، بس تضغط اللينك وتنشر المقطع في الواتساب في اي مكان لدعم القناه، ومنها تفيد اشخاص ممكن ما يعرفون المعلومات اللي راح نقولها، فلا تبخل علينا بنشر المقطع. وقبل ما نبدا الفيديو انا قهرني البنت اللي جالسه هنا، لها تقريبا من حملت البرنامج 3 أيام وكلها جلسة تقرا، ما ادري متى بتخلص. يلا خلونا نبدا. اذا كان عندك برامج تيجي في الاشعارات معناته ان البرامج هذه تستهلك باتري، تكون شغاله على طول، اي شيء يصير في البرنامج يجي لك اشعار. بعض البرامج ما تحتاج تكون فيها اشعارات، مثلا العاب ولا برامج مثل الترجمه او برامج ما تحب تجيك منها ازعاج، تقدر توقفها من دخول الاعدادات الاشعارات وتوقف اي برنامج هنا ما تبي. مثلا عندي كذا برنامج موقف من اشعارات ابد، ما احتاج ان يجيني من اشعارات، تضغط على السماح بالاشعار، اذا شغلتها تقدر تختار هنا تبي يطلع صوت، تبي بس يطلع في الخلفيه بكيفك انت، او ما تبي كامل تطفي من هنا. وبرضه مثل ما تكلمنا، اذا كنت تبي تستخدم الجهاز مثلا تطلع اليوم وتدري انك بتتاخر برا البيت ولا عندك استطاع انك تشحن الجهاز، فاول ما تشحن الجوال فل خش الاعدادات البطاريه وشغل نمط الطاقه المنخفضه، راح تكون البطاريه عندك باللون الاصفر مثل ما تشوفون. كذا يعتبر الجهاز الحين ما راح يشغل النويه القويه في المعالج، راح يشغل المنخفضه وراح تطفي الشاشه تلقائي بعد 30 ثانيه تقريبا تركتها راح تطفي تلقائي. تقدر تشغل هذه بالاعدادات عام وتخش على البطاريه او انك تشغلها من الكنترول سنتر من هنا. واذا ما كانت موجوده عندك هنا تقدر تروح في المركز التحكم بالاعدادات وتضيفها هنا مثل ما شرحنا لكم. وبرضه في نفس المكان في الباتري تقدر تشوف البرامج عندك وش اللي تستهلك اكثر شيء عندك. مثل انا عندي الهانج اوتس استهلك 16% من الباتري، الشاشه الرئيسيه قفل الشاشه بهذا المود كذا استهلك 11%، السناب شات استهلك 10%. كذا تمشي وتشوف البرامج اللي انت تستخدمهم على طول وتشوف استهلاك البطارية عندك منهم. وهنا في الرسائل في الاي مسج تقدر تسوي حركات كثيره، مثلا لو تكتب شيء ترسل حق شخص تضغط بس الضغطه المطوله على الارسال وتحطه مثلا عند الخيار ارسال بحبر سري، ان تروح للرساله هنا بس بتكون مغبشه مثل ما تشوفون الحين، بس يلمس عليها كذا راح يبين الكلام. لو انك برضو ترسل بطريقه ثانيه مثل لو بترسل بلطف كذا راح تروح للرساله كذا حركه خفيفه. برضو في حركات كثيرة مثل عال كذا أو ضربة قوية تكون لك كذا تجي، وفي حركة ثانية برضو إنك لو تضغط وتروح على الشاشة راح تجي لك حركات كذا أو تلف مثل ما تشوفون في حركات كثيرة. طبعا بعض الحركات فيهم صوت لو نرسل الحركة راح يوصل له نفس التأثير. والآن في برنامج الملاحظات تقدر تسوي سكان لأي صورة من برنامج الملاحظات. أول كنا لازم ننزل برامج سكان مثل هذه البرامج، الحين ما تقدر تتخلى عن دي البرامج، بس عليك تفتح الملاحظات تضغط بلس هنا تضغط على مسح المستندات ضوئيا وتصور على أي صورة عندك. مثلا لو بصور هذه الورقة كذا بعد التصوير أقدر أعدل عليها، تضغط على الاحتفاظ بالنسخة الضوئية تقدر تصور برضو أو أنك تضغط على حفظ خلاص كذا انحفظت عندك كأنك مسوي لها سكان. وحين برضو في الإصدار الجديد تقدر تسحب الملاحظة في الجنب كذا، ويجيك خيار إنك تنقلها في حافظات ثانية بنفس برنامج الملاحظات أو تقفل الملاحظة برقم سري. طبعا برضو لو بالخطأ حذفت الملاحظة تقدر تروح للمحذوفات وتشوف الملاحظة هنا، راح تتم هنا 30 يوم بعدين تنحذف. برضو تقدر تسحب من جهة اليمين لجهة اليسار وتحط عليها التاج ذا، بعدين راح تكون عندك على طول مثبتة فوق. لو بتبدأ ملاحظة جديدة تقدر تضغط على خيار الشير من فوق، تقدر تغير على الشكل الملاحظة بتخليها بدون سطور أو بتحط عليها مثلا سطور مثل ما أنا حاط عليها كذا. وتقدر كمان تكتب بأصبعك في الملاحظات أو تاخذ صورة من مكتبة الصور عندك وتقدر تكتب على الصورة أو ترسم عليها أي شيء تبي وتحفظها عندك في الملاحظات. وبرنامج أب ستور تغير تصميم 180 درجة مثل ما تشوفون هنا، هذا التو دي تشوف برامج حق التو دي ابل تقسمهم تشوف القصة للبرنامج، مثلا تضغط على البرنامج تشوف فيديوهات للبرنامج اذا كانت موجودة فيديوهات فيه، مثلا نشوف الحين فيديو اللعبة كذا. ابل غيرت تصميم البرنامج اب ستور 180 درجة، خلت خيار الجيمز هنا مثل ما نشوف الحين البرامج الجديدة اللي عجبتهم. هنا البرامج الايفون 10 تكون على مقاس الايفون 10 وتشتغل على كفاءات الايفون 10. وهنا الابس ترتيب البرامج دبل، هنا هنا البرامج اللي بفلوس، هنا البرامج اللي مجانا، هنا الابديتس عندك برامج تسوي لها ابديت تخش هنا وتسوي لها تحديث.
أما صفحتك أو البرامج اللي أنت محملهم الحين لازم تروح على صورتك من فوق، تروح على البرجز من هنا راح تشوف برامجك اللي أنت محملهم. لو بترجع تحمل برنامج ناسي اسمه أو شيء تشوفهم هنا. كلنا نعرف إنك لو تطول الجهاز وتقصر هنا أحيانا بس يتقصر معاك نغمة الجهاز لو واحد كلمك. فإذا كنت بتقصر مثلا الصوت لو تفتح مقطع فيديو لازم تفتح مقطع فيديو وتضغط الزرار هنا وتقصرهم وتطولهم. لكن في حال انك تخليهم مع بعض، يعني تخلي الخيار هذا انه يقصر النغمة لو احد دق عليك والفيديو نفسه، طريقة انك تخش الاعدادات تروح الصوت وتشغل هذا الخيار. احيانا انك تبي تكلم سيري لكن ما تبي الصوت يطلع فتقدر تخليها بالكتابة. كيف تشغل هذا الخيار؟ تخش الاعدادات عام، امكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة، تنزل لسيري وتشغل هذا الخيار كذا. الحين لو انك تكلم سيري تضغط على الزر مثلا تشغل سيري، على طول تكتب لها، ما راح تسمع صوتك، لازم تكتب لها الشيء اللي تبي وتسوي. مثلا لو بتكتب لها كذا راح تدق على ابوي على طول. اذا كانت عندك مشكله زر الباور او فوليوم داون كذا ما راح تقدر تطفي الجهاز، لكن ابل حطت لك خيار ثاني تقدر تطفي الجهاز بدون ما تضغط اثنين هذه. اذا كان خربان عندك الزر او شيء فتخش الاعدادات، تخش عام، تنزل تحت تضغط على خيار ايقاف التشغيل كذا راح يطفي الجهاز معك. لو تدخل الآن الإعدادات بين الإشعارات تشوف طريقة خروج الإشعارات في كل برنامج. مثلا لو نروح الرسائل في طريقتين الإشعارات، تقدر تعدل على أي خيار عندك هنا، تقدر تسوي بدون صوت أو بدون إشعار كيفك أنت، تقدر تخلي الإشعار ما يشتغل عندك في قفل الشاشة هنا، وتقدر تعدل على طريقة خروج التنبيه. مثلا في الرسائل لو شخص رسل لك رسالة راح يجي الإشعار كذا ويرجع يروح مثل ما تشوفون هنا كذا راح، تقدر تخليه لا على طول موجود. لو ترسل شيء كذا ما راح يروح الاشعار لما تروح انت كذا. ما هذه الميزه اللي الان بتشوفونها هي حصريه للايفون 10 والايفونات اللي بتنزل السنوات القادمه اللي فيهم الفيس اي دي. الحين لو ان جاك اشعار مثل ما تشوفون جاني الاشعار، الاشعار الحين ما راح يطلع لك الكلام المرسول، راح تجيك بس رساله مكتوبه. مثلا لو تارك الجهاز في اي مكان لو في شخص يمك راح يشوف ان جاتك رساله، والبرنامج اللي جاك من الرساله مثلا من رسائل الاس ام اس لكن الرساله مش باين محتواها. اذا رفعت الجهاز ويفتح الجهاز معك راح يبان تفاصيل الرساله. لكن تقدر تغير الخيار بانك تخش الاعدادات الاشعارات إظهار المعاينة، تخلي مثلا مطلقا حتى لو أن رفعت الجهاز على وجهك ما راح تطلع تفاصيل الرسالة دائما، خلاص حتى لو أنك ما طلعت في الجهاز راح تطلع تفاصيل الرسالة. بعض البرامج إذا حملتهم أبل ستور بعد فترة يجيك تنبيه يقولك قيم البرنامج، خش أبل ستور واكتب لنا شيء تقييم، حط لنا نجوم. إذا كنت تنزعج من ذا الطريقة تقدر توقف الخيار هذا. طريقة أنك تخش الإعدادات تنزل إلى أبل ستور تنزل وتوقف هذا الخيار. كثير منا عنده برامج كثيرة وما يستخدمها ويعاني من مساحة الجهاز. أبل نزلت خيار أن أي برنامج تم عليه فترة طويلة ما استخدمته ينحذف البرنامج لكن يتم مكانه. يعني مثلا لو برنامج هذا منحذف عندي بس أضغط عليه يرجع يحمل ويفتح لي البرنامج. إذا كنت بتفعل هذا الخيار تخش الإعدادات تنزل أبل ستور تشغل هذا الخيار. طبعا إذا ضغطت على البرنامج مرة ثانية وحمل البرنامج راح ترجع لك البيانات، ويرجع لك البرنامج إذا كان إلى الآن متوفر في أبل ستور. إذا انحذف البرنامج من أبل ستور ما راح تقدر تحمل البرنامج. في طرق كثيرة إنك توصل للكاميرا بسرعة، ما أدري ليش أبل حطتها، يعني خيار واحد أو خيارين يكفي. نبدأ معكم أول خيار إنه يكون الجهاز مفتوح كذا، تلف يسار تروح الكاميرا. خيار الثاني انك تضغط 3D Touch على شكل الكاميرا هنا تخش الكاميرا برضو. الخيار الثالث انه من نفس ايقونة الكاميرا تضغط عليها وتفتح الكاميرا، او انك تسوي خيارات سريعة من هنا تبي تلتقط سيلفي على طول، تبي تسجل بورتري او سلو موشن بكيفك. وبرضو اذا كنت في برنامج تقدر بس توصل للكنترول سنتر وتشغل الكاميرا من هنا او بال 3D Touch بكيفك. الميزة ضغط الزر هنا لو انك بتصور فيديو في اللاندسكيب. طبعا معروف اذا جيت بتصور تسمع الازعاج اللي يطلع لك الشتر للكاميرا، تقدر توقف هذا الصوت بأنك تحط الجهاز في وضع الصامت وكذا ما راح يطلع صوت. كثير مني إذا كان بينشر برنامج بيعطي واحد مثلا في الواتساب وغيره يصور الشاشة هذه الطريقة الطويلة، ويروح يقص الصورة على البرنامج نفسه ويرسل له صورة البرنامج. طبعا في طريقة أسهل، إنه إذا كان جهازك من السكس إس ونطالع في الثري تاتش تضغط على البرنامج طاقة مطولة يجيك مشاركة تضغط عليها تسوي له كوبي من هنا. بكذا سويت تنسخ حق رابط البرنامج من أبل ستور، تروح حق الشخص مثلا في الواتساب الرسائل بس تسوي لصق راح لرابط البرنامج من نفس أبل ستور كذا، بس يضغط عليه يفتح له أبل ستور كذا. هذه ميزة ممتازة بعطيكم مثال عليها. إذا شخص جالك في البيت ويبي منك الرقم السري للشبكة تقدر تعطيه الرقم السري بدون ما تنقل الرقم السري. الطريقة لازم أول شيء تكون أنت شبك على الشبكة وهو يشغل الأير دروب، كان تعرفونه من هنا هذا هو تشغلونه على الكل، وأنت برضو لازم تكون مشغلة كذا. وأنت شبك على الشبكة تفتح جوالك وهو يروح على الشبكة نفسها يخش عليها يضغط على الشبكة يجي لك الحين هنا شير وتسوي له شير الباسورد.
نضغط عليه شير راح ينتقل الحين الجهاز الثاني. كذا خلصنا الفيديو اللي قبل الأخير لأساسيات الآيفون. إذا عجبكم الفيديو هذا وعجبتكم الفيديوهات اللي قبل، لا تبخلون علينا بعمل لايك ونشر المقطع. بليز بليز نشر المقطع، بتوصل أكثر عدد للناس عشان يستفيدون مثل ما أنتم استفدتوا. والسلام عليكم.